شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الباجينيشن وعملنا انستول لديبندنسي والان جي بوتستراب عشان نقدر نستخدم الباجينيشن. تمام، انا دلوقتي هروح على الاوردر، هنقفل دول، هنروح على ايه؟ على الكومبوننت اللي بتعمل ايه؟ اللي بتعمل ديسبلاي لكل الاوردرز اللي هي ايه؟ اللي هي الاوردر ايتم. اهي الاوردر ايتم، هخش على الاتش تي ام ال ديت الفور اللي بتعرض كل الاوردر، هحط هنا ايه؟ الباجينيشن. تمام، انا هروح هنا جوه الفرونت عندي باجينيشن. تمام، هاخد الديف ده كنترول سي هحطه هناك اهو. تمام، وفي ستايل بسيط جدا، بسيط كده اهو، دوت بي اي جي كنترول سي. تمام، هروح هناك هحطه في السي اس اس الخاص بيها. في مشكلة؟ ما فيش أي مشكلة. تمام، طبعا ان جي بي باجينيشن جايب لي عليها ايرور. ليه؟ بيقول لي اعمل امبورت لانجولار موديول اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت. قبل ما نعمل امبورت لاحظوا دي اسمها ان جي موديول. لو عملت امبورت تمام هيقول لي اعمل امبورت لان جي بي باجينيشن موديول ولا لان جي بي مديول؟ لا، هقول له ان جي بي باجينيشن مديول. اذا هناك ما تعملش ان جي مديول، اعمل ان جي باجينيشن مديول. لو انت عملت دي برضه ما فيهاش مشكله، لكن الافضل خليك ان جي بي باجينيشن مديول. ما فيش مشكله؟ تمام، تعالى نروح نشوف الشكل. طبعا ده ديف عادي جدا، ده ستايلنج بوت ستراب. الباجينيشن اهي، دي ايه؟ دي الباجينيشن، هنتعرف عليها ونشوف الدنيا فيها ماشيه ازاي. تمام، هروح هناك اهو، هنزل تحت، ركزوا معايا، شايفين تحت اهي، شايفينها هي ديت اللي هم السهمين دول اللي في النص، لسه هنعرف ازاي بنحطها. تمام، لغايه دلوقتي مفيش اي مشكله. ركزوا بقى معايا جدا. تمام، قبل ما اكمل طبعا هرفع لكم ده كله هرفعه لكم. تمام، باخدوه من هنا دايركت. تمام، هنقفل ده. تمام، نروح نفتح الدوكيومنت بتاعتنا اللي كنا شغالين عليها. احنا كنا قايلين ان احنا عندنا ايه؟ 200 اليمنت، وعاوز كل بيج يكون فيها 50. اذا هيكون عندي كام بيج؟ 4. ما تيجوا كده نطبق الاكزامبل ده اللي هو ازاي. بكل بساطه انا عندي هنا في الباجينيشن، تمام، عندي اول حاجه عندي اتريبيوت اسمه بيج سايز من المنظر ده اهو، بيج. تمام، بيج ايه؟ ركزوا معايا، بيج سايز اول حاجه، بيج. خلينا في اول حاجه بيج. تمام، وبعدين عندنا او سيب البيج، يعني معلش يا جماعه سيب البيج دلوقتي. خلينا اول حاجه في البيج سايز بالمنظر ده اهو، بيج سايز بالمنظر ده. تمام، وعندنا اتريبيوت كمان اسمه كوليكشن سايز. تمام، وتعالى نشتغل عليهم. كوليكشن سايز، تمام، البيج سايز انا عاوز قد ايه يكونوا في البيج، انا عاوز قد ايه يكونوا في البيج. البيج سايز فين اهي؟ عاوز 50. هقول والله انا عاوز في السايز الواحده، في البيج الواحده 50. تمام، طيب الكوليكشن سايز كلهم كام؟ هنشوف كلهم والله 200. ركزوا بقى معايا، كلهم كام؟ 200. حلو، ده مجرد اكزامبل بعيد عن الايه؟ عن الاوردرز بتاعتنا، مالناش دعوه بالاوردر. تمام، هروح اهو، ركزوا معايا، كريت لي كام؟ 4. 1 2 3 4، شايفين كريت لي 4 بيجز. لان انا قلت له البيج سايز عاوز في البيج الواحده 50 وكلهم 200، قسم ال 200 على 50 عمل ايه؟ قسم ال 200 على 50 لقاهم 4، فقال لي البيج 4 فعرضهم بالمنظر ده. تمام، لو عندي 100 وعندي عاوز فيهم 10، ركز معايا، شوف دخل لجوه. ان شاء الله فيما بعد هنعرف نهندل الايرور ده.
او مش ايرور المشكله ديت انه راح في الجنب كده، ازاي نخليه ما يروحش في الجنب؟ هتشوف ده كله، ما تقلقوش، خليها عشان تبان، خليها ولتكن 20. تمام اهو، عمل لي 5 ليه؟ قال لي انت عندك 5 بيج. تمام، 5 بيج ليه؟ انا عندي كلهم 100 وعاوز اعرض في كل بيج 20، اذا 100 على 20 فيها الخمسه، فعرض لي الخمسه بيج، ما فهمش اي مشكله كده. انا اللي انا شرحته وظفته هنا اهو، اذا ديت تمام، ما فيش اي ايه، ما فيهاش اي مشكله. نخش بقى على اتريبيوت جديد وهو البيج اهو، البيج. تمام، هروح في التايب سكريبت الخاص بالايه، بال HTML ده، هعمل فوق متغير اسمه مثلا بيج، ايا كان اسمه، مش لازم اسمه بيج يعني، خليه نمبر ايكوال 1. جميل جميل تمام اهو، وهديله هنا ايه البيج، هنعرف ده عملناه ليه دلوقتي. هاجي تحت عندي فانكشن اسمها اتش بيج تشينج، تمام، هقول له ايه دوينج مثلا، تمام، هعمل اهو كرييت، مفيش مشكله. دي معناها ايه؟ دي معناها بقول له لما يحصل تشينج في البيج، يعني لما بدل ما بينهم كده، نفذ لي الفانكشن اللي اسمها ايه، اللي اسمها دوينج. هروح في دوينج هقول له انا عاوز اعمل ايه، اليرت ديزيس دوت بيج. ركزوا معايا، عاوز اعرض ايه البيج اللي انا عرفتها هنا، اللي انا اصلا حاططها في البيج دي. هنشوف دلوقتي هنستفاد منها ايه، وانا عاوز اوضح لكم ايه. هروح كده، طب ركزوا معايا، تو، شوف تو، تمام حلو اوكي، 3 3، 4 4 5 5 1 1، حلو. اذا البيج ديت بتغير المتغير ده حسب ما انا بايه بتنقل، يعني لو رحت 5 تمام. اذا احنا طبيعيين لما يحصل في البيج تشينج في الدوينج، هروح هناك بيطبع لي البيج، اذا البيج دي بتتغير على حسب ما انا بغير ايه، بغير البيج عندي في هنا في ايه، في ال HTML اهو، تمام. فدي برضو حاجه مفروض نعرفها لغايه دلوقتي، تمام، مفيش اي مشكله. انا كنت بس عاوز ابدا بالباجينيشن، عرفنا معلومات عنها، الفور اتريبيوت دول هنشتغل عليهم تمام لغايه ما نخلص باجينيشن، وبعديهم في كمان 2 أو 3 اتريبيوت على ما اتذكر يعني، هنعرفهم بس في الاخر لان احنا مش محتاجينهم دلوقتي، لكن دول احنا عرفناهم وعرفنا البرفورم بتاعت كل واحده فيهم، مفيش اي مشكله. تعالوا نرفع اللي احنا عملناه ده ايه على الجيت هاب. انا عامل هنا ايشيو اسمها يوز باجينيشن، تمام، هعمل كليك يمين جيت اد في سي اس كوميت كنترول في كلوزز، تمام، كوميت اند بوش هستنى عبل ما يعمل بوشنج، تمام، خلص البوشنج هروح هناك هلاقيه عمل لي كلوزد والكوميت بتاعته كل حاجه تمام، مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه توصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.